شو الأخبار؟ اشتقتوا لي؟ والله أنا اشتقت لكم كمان. طمنوني عنكم، إن شاء الله أموركم بخير. سو صحيت من النوم، اليوم صحيت الساعة 10 بس أنا بالبيت صحيت لأنه انقطعت الكهرباء، تخيلوا. والله نسيت، يعني نسيت أدفع الفاتورة وفقت شوب 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 شوب. قمت شغل الاي سي ما عم يشتغل، بعدين اكتشفت إنه الكهرباء مقطوعة. فدفعت الفاتورة وما عرفت نام واجت الكهرباء، يعني رجعت الحمد لله. نحن الناس ما بتجي الا بالعين الحمراء، يا يعني ما بندفع لتنقطع. كل مرة بقول انه ما رح انسى الفاتورة وبنساها، بس رح نتجهز. عنا فعاليات اليوم كتير، بس رح نبلش اول شي بالسكين كير. رح استخدم هاد السكراب سكراب راب من ايزال بيوتي، كتير بحبه لهذا السكراب. اعمل مس، يلا اقوله انا بحمام شيرين. حطيت هدول انه على اساس لحتى احمي حالي وهيك. مو بنفرك هذا، بستخدمه مرتين بالاسبوع. هلا اسمعوا، كل مره بحط شيء على وشي، فاليوم المنتجات اللي اخترتهم هن لليوم، اوكي؟ بكره يكون غير شيء. توقع كل البنات هيك. اوكي سو غسلت وشي من السكراب، هلا راح غسل وشي بالغسول. بنتكم سمنانه يمكن 3 كيلو، والله بشكل سمنانة بشكل مو طبيعي. تنظيف بشرة عميق عم نعمله. اوكي سو رح اعمل سكراب لشفايفي. كل مرة بقول بدي اعمله وبشتري المنتجات وبعمله يمكن مرة بالشهر وبنسى. سو اول شيء لحتى نعمل سكراب للشفايف، تعلمت هاي الخدعه، علمني اياها صاحب المحل، انه لازم تحطوا مرطب. سو هاي مرطب، رطب الشفايف هيك، وبعدها بنحط السكراب لانه ما فينا فورا نحطه لانه حيقطع الشفايف، فلازم يكون اول شيء مرطبين. بعدين ناخذ هيك، اوكي حاسه وشي ريحته بيبي جونسون والله ليكو. سو راح نحط هلا جلو تونر بعد ما غسلنا كل شيء وهيك. شوفوا قد ايه صار لونه حلو هيك بينك. مسح وشي بالتونر، رطب كثير. زعلانه انه بدي احط ميك اب هلا، كتير بيحترق قلبي لما بعمل السكين كير وبحط هيك بنزع بعدين ميك اب. والله السؤال الاول اليوم بيقول امتى العرس يا نارين؟ اوكي المفروض كان عرسي يكون ب3/8، يعني اليوم 5 شهر قبل بيومين كان المفروض يكون عرسي بلبنان، وأجلنا العرس لأنه حسينا إنه الوضع مو كتير آمن وخربان الدنيا هلا حسب ما عم نشوف على الأخبار. سو العرس كان المفروض يكون 3/8 قبل بيومين، يعني أنا كان لازم أكون قدامكم امرأة متزوجة صاحبة عيلة وأسرة ربة أسرة، ولكن لن نفلح. سو
العرس ان شاء الله غيرت الموضوع ليش؟ العرس ان شاء الله رح يكون اول ما يصير الجو حلو، لانه على الاغلب على الاغلب رح نعمله هون بدبي بالامارات. سو هلا مستحيل لانه نحن عبالنا نعمل عرس يكون اوتدور برا، لانه الخطبه كانت جوا. سو رح نستنى لحتى الجو يصير حلو، يعني بالشتاء اول الربيع هيك شيء رح يكون العرس، يعني ان شاء الله بدايه السنه الجاي على 2025. اوكي، كيف بتتجاهلي اي كومنت سيء او حدا قال لك كلام في الحقيقه في وجهك سيء؟ اوكي، هلا الكومنتات ما بتجاهلها لانه بشوفها، يعني ما انه بعمل حالي مش شايفتها وهيك، لا الكومنتات موجوده، واحيانا انك بتطلع لي بين الكومنتات بقراها بشوفها. الشيء اللي تعلمته انه ما باخذ كل الحكي اللي الناس بتقليه، يعني انا غير مسؤوله عن الحكي اللي بيطلع من تم العالم. في شيء كثير شغلات العالم بتحكيها يعني ما بتعبر عني، وما انا لإلي، يعني ما باخذ كل كلمه حدا بيقولها وبحسبها على حالي وبقول انه هاي الكلمه لإلي، حتى لو قاصدني فيها بقول هذا عم بيعبر عن نفسه وعم يحكي عن شيء جواته، في عنده مشاكل جواته ما عم يعرف يعالجها، وهي ما انا مشكلتي. سو تعلمت انه ما اخذ كل شيء معي، يعني ما اصرف طاقتي على الرايح والجاي او على كل كلمه. في هلا ناس بيكون عندها انتقادات بمحلها، وانا هالناس كثير بحبهم، يعني بتحسوا بيساعدوكي لحتى تطوري من حالك. هدول الكومنتات يعني ممكن انا ادخل معهم نقاش، ناس بالحقيقه مثلا اذا قال لي شيء وحسيت عنده وجهه نظر حتى لو هو عكس اللي انا مثلا بفكر فيه، بس بدخل معه نقاش لحتى اشوف شو وجهه نظره واستفاد منه، بس يكون انه انتقاد بمحله، يعني مو يقول لي انت هبله، بضربه كف بقول له انت اهبل، بمزح. نوت، شو هوايتك المفضله؟ حاسه هذا السؤال جاوبت عليه يمكن مره لما كان عمري 17 سنه، ما بتذكر متى قلت لكم شو هوايتي. سو بعمل كثير شغلات بوقت فراغي، واحيانا بتركه وقت فراغ لانه هذا وقت الفراغ ووقت الراحه، سو ما بعمل شيء. بس بشكل عام بقرا لما بكون فاضيه، بفضي طاقتي بالقراءه وبتسلى هيك، بقرا عن مواضيع توبكس كثير هيك مثيرة. بلعب شطرنج، الناس اللي ما بتعرف انا لعيبة شطرنج، اشتر وحدة بالعيلة بالشطرنج، ما شاء الله حصنت نفسي بالحي القيوم. وبلعب ورق وبرقص، بحب الرقص بشكل عن جد، حطوا كل شيء على طرف. يعني عنا هيك بالعادات انه عيب البنت تقول انه هي بترقص وهيك، انا بحب الرقص وبرقص والله. رياضه هي، سو بعمل كل شيء. بس الشطرنج كنت عم بحكي مع بيتر هداك اليوم انه بس عبالي اتذكر كيف انا تعلمت العب شطرنج، يعني حابه كثير ارجع بالزمن وحاول اتذكر هاي الذكرى، ما عندي اي فكره، ما عم بتذكر. كنت بسوريا، كنا نلعب بطولات بالمدرسة، وكانت المدرسة تاخذنا على غير مدارس ونلعب مع غير طلاب لما كان عمري 9 سنين، وكنت اربح واتأهل اربح واتأهل لبين ما ربحت على حلب، واجيت بدي اسافر على الشام وماما ما خلتني، لانه ماما قالت انه يعني بنتي ما رح تسافر وما بعرف شو كذا وهيك، سو ما رحت. المهم سو كنت عم اقول انه ربحت وقتها على محافظة حلب لما صار عمري يمكن 11 سنة 12 سنة،
وبعدين اجوا قالوا انه هلا بدنا نروح على الشام. وانا شو انه انا البطل، بطلت الجمهوريه بالشطرنج ما حدا قدي. وهيك انه كنا نلعب بمسابقات ونكون بكرسي وقدامي حدا ويكون في تايمر، وانا اعمل حركه واكبس الزر، يا هو يعمل حركه يكبس الزر. المهم كان عندي هي ال كنت عنيفه. فكنت عم اقول لبيتر عبالي بس اتذكر اعرف مين علمني، ما عندي اي فكره. هلا اي نو عندي ذكرى، كنت العب مع ابن عمي اسمه روني، عايش هون بالامارات، كان يزورنا بسوريا، وكان هو يمكن اذكى انسان عنا بالعيله. الكل بيعرف، الكل بيعرف انه هذا الانسان اذكى انسان بالعيله. فكنت العب ضده، هو من كتر ما انه ذكي بيلعب مع حاله، والله يعني بيلعب شطرنج مع نفسه، هالقد هو ذكي. ما بيلعب مع الكل، بيخسر الكل، حتى يعني obsessed، بس وصل لمرحلة صار يلعب مع حاله. هالإنسان خارق. فأي والله هدول الشغلات اللي بعملهم كتكيف يعني عقدي. ممكن أتعلم شي جديد؟ I don't know. اوكي نارين، هل فادتك البيلاتس؟ اوكي نحن صار لنا اي ثينك كم سيشن عملنا، يمكن 5 أو 6. المفروض انه نشوف الفرق ان شاء الله بعد 10 سيشن. بس بشكل عام البيلاتس مو مثل ما هو موجود على التيك توك، انه كيوت جيرل بتلبس لبس حلو وبتروح بتعمل حركتين وام جست جيرل. نو، عن جد متعب، ويعني بتعملي بوش لحالك يعني للليمت. ما اتوقع، انا صابني شوك يعني، انا فكرت حالي انه ام جست جيرل رايحه اعمل هيك كيوت. صدمتني هي البنت اللي بتدربنا. بس بشكل عام كثير مبسوطه، حاسة انه جسمي كتير عم بيشد كتير كتير، وشهيتي انفتحت كتير على الاكل. سو لسه ما اخدت المفعول الكامل منه، مشان هيك ما بدي لكم شي ولسه انا ماني متأكدة منه. فيعني ان شاء الله عطوني فترة شهر ورح اقلكم بالضبط شو رأيي انا بالبيلاتس. بس بشكل عام كتجربة اذا حدا حابب يجرب روحوا، يعني لا ترددوا. انا مع البيلاتيس لانه بيعمل تون للجسم بطريقه كتير حلوه، واوريدي عم حس، يعني انا 5 مرات اوريدي عم حس، بس حابه اعطيها وقت اكثر واقولكم شو استفدت. بس اللي شوف حسيته انه جسمي عم بيشد وعم تنفتح شهيتي للاكل اكثر وعم حرك جسمي، يعني شيء منيح كثير. I'm just a girl in the world. Okay, كيف اتخطى شيء انا عملته سيء بحق نفسي وندمانه مره ودايم افكر فيه، ولا اكل ولا اتكلم مع احد ولا اي شيء؟ هذا السؤال قريته وهيك يعني فورا حسيت فيه. انا كنت اعمل نفس الشيء، كنت عاقب حالي على شغلات اعملها وما اعرف شيء اسمه اني اغفر لنفسي. واكتشفت قدي مع الوقت مهم انه تغفري لحالك. It's okay، يعني على قد ما انه كلمة It's okay بسيطة، بس مع قد ما هي عميقة. عادي انك تغلطي، يعني الانسان بيغلط. اسهل شيء الواحد ممكن يعمله هو الغلط، اسهل شيء. وانتي بهالحياة شيء طبيعي تغلطي مع حالك، مع غيرك، مع اللي اصغر منك، مع اللي اكبر منك. رح تتعلمي من اخطائك، لانه سو حاولي ما تعاقبي حالك ولا تلومي حالك. كل الناس بتغلط، ان كان بحق حالها او بحق التانيين. وحاولي لاقي الطريق لحتى تسامحي حالك على الشغلات اللي انت عملتيها. هلا انا صراحة صرت اقول لحالي انه لما بعمل شيء وبقول انه انا عملت شيء، بطلع هيك كنت من قبل يعني عذب حالي، هلا صرت اقول انه بلكي هداك ما كان احسن يوم بحياتي. خلص والله
انه اذا عملتي شيء هذاك ما كان احسن يوم بحياتي وخلص صار ماضي وانا عملته، اذا عاد في الزمن ما رح كرر الغلط وانتهى الموضوع، وشكرا كثير كثير كثير.